Au plaisir. Saudi Arabia has a very strong المملكة العربية السعودية لديها روابط قوية مع ثقافتها، وكامرأة سعودية أحترم ثقافتي وأحترم ديني. Culture, I respect my religion. Indulging or wearing أن نرتدي العباءة أو أن نكون محافظات إن رغبتم في قول ذلك، والطريقة التي نرتدي فيها الملابس كلها جزء مما نحن عليه. هذا جزء من ثقافتنا، جزء من أسلوب حياتنا في السعودية حتى أثناء السفر. In Saudi, and this is how our life is even when traveling. نأمل في إدخال صناعة النسيج مستقبلاً إلى المملكة، ربما ليس بالكامل، إنما في مراحل الإنتاج الأخيرة على الأقل. حتى لو اقتصرت على 10% من خط الإنتاج هنا في السعودية، هذا أمر أتطلع لتحقيقه كجزء من أهدافنا لهذا البلد. Goals of this country.